واصلت عيادات البعثة الطبية عملها على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بل والوقاية لهم بعد أدائهم المناسك، والتي حرص الأطباء خلالها على توفير أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لهم. 19500 تردد على العيادات. الحالات اللي تم تنويمها في المستشفيات خلال فترة الحج، موسم الحج هذا العام، في منهم 3 حالات اتعمل لهم تدخل جراحي، كان كسور في العظم، وفي حالتين اتعمل لهم أساطر قلبية، وفي حالة تم عمل لها عملية زايدة. بقية الحالات كانت هي يعني علاج دوائي. احنا عملنا تعليمات ان بجميع المنافس بتاعة عودة الحجاج لجميع العائدين اللي عاوز يفحص نفسه ويطمن على نفسه اثناء يعني وصول المطار ان هو يفحص نفسه مجانا. والحاجة التانية ان كل واحد يبقى فيه عزل لما يرجع بيته، يبقى فيه عزل ذاتي في المنزل عنده لمدة 5 ايام، وان هو يلتزم بارتداء الماسك. بدأنا النهاردة كمان في تنفيذ مسح للحجاج العائدين عشان نبقى عارفين ايه هي الامراض الفيروسية اللي ممكن يكونوا راجعين بيها الحجاج. الحالات معظمها تعاني من نزلات برد واجهاد نتيجة للرحلة المقدسة، كما تم تقديم الدعم النفسي للعديد من الحالات المرضية التي في حاجة ماسة لذلك من خلال الاطباء المتخصصين. احنا قابلنا عدد من الحالات كان عندها مشاكل نفسية كانت موجودة، رحنا اطمننا عليهم. هو معظم الحالات كانت محتاجة دعم نفسي قوي، وكان في بعض الحالات كانت محتاجة انها تحول للمستشفى، وعملنا تقارير بده وفعلا تم التحويل لبعض الحالات وتم متابعتها، وكلنا كنا معاها كفريق علاجي، وانا كطبيب نفسي كنت بتابع الحالات وبشوف احتياجاتهم النفسية الى جانب زمايلي من الفريق الطبي اللي بتابعوا حالتهم العضوية الاخرى. حالة من الحالات كان عنده جلطة وكان عنده مشكلة، حاسس انه مش هيقدر يحج وكان محتاج دعم نفسي قوي، والحمد لله قدرنا ان احنا نتواجد جنبه وندعمه نفسيا بالشكل الكافي. اللي رجع طبعا من رمي الجمرات فكله في بعض حالات بسيطة زي تسلخات، ألام صداع، ألام في العضلات، الحاجات دي هتسهم بالبسيطة جدا احنا بنتعامل معها، وكل الأدوية مكتملة وكل الناس خدت علاجها كامل. انطباعات إيجابية انتابت ضيوف الرحمن كافة لما يقدم لهم من خدمات علاجية وتشخيصية بالمجان وعلى مدار الساعة. قبل ما نروح عرفات برضو كنا تعبانين وجينا هنا، وصراحة جابوا معنا يعني بالفحص والضغط والحرارة وكل حاجة يعني، وما قصروش معنا وادونا الأدوية اللازمة عاملين الواجب، والله عاملين الواجب وادونا العلاج اللي احنا عايزين الحمد لله، بيدونا علاجنا وبيكشفوا علينا ربنا يحميه. الحمد لله خدمة زي الفل وناس محترمة جدا، في اي لحظه بنلاقيهم موجودين. البعثة الطبيه بسم الله ما شاء الله متابعين الناس كلها على اكمل وجه بصراحه. يعني الخدمات التشخيصيه والعلاجيه بل والوقائيه التي تقدم على مدار الساعه بعيادات البعثة الطبيه انعكست بشكل ايجابي في توفير الاجواء الروحانيه لضيوف الرحمن التي تعايشوا معها سائلين الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري.